يوم الرابع عشر من شهر يوليو تموز من كل عام تحل ذكرى الرحيل الفاجئ لقيثارة السماء الأميرة الساحرة الفنانة أسمهان وهي في ريعان شبابها، وأسمهان التي شغلت الدنيا بصوتها وفنها وجمالها وكذا بشخصيتها، كانت ولن تزال علامة مشرقة في تاريخ الفن والغناء العربي الجميل والأصيل، وسيبقى صوتها الشجي يملأ الأسماع ويفعم الوجدان بأحلى وأعدب الأنغام والألحان. وسيرا على نهجي في قناتي المتواضعة هاته، وحرصا على التوثيق لكل ما يتعلق بحياتي وفن فريد الأطرش الأمير الفنان وتوأم روحه شقيقته أسمهان، يسعدني أن أشارككم قصة أسمهان كما رواها صاحب الموعد الراحل محمد بديع سربيه في 13 حلقة عام 1978 تحت عنوان قصة لا تنسى. وقد نوه في تقديم الحلقة الخامسة بأنه ينقل فصولا من حياة أسمهان ولا يروي تاريخها أو قصة حياتها كاملة، ومن ثم فإن ما يتناوله في هذه الفصول قد لا يكون بالضرورة على أساس التسلسل الزمني. عزيزاتي أعزائي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم في هذه الصفحة الجديدة من صفحات من ذاكرة الزمن الجميل، وإليكم في هذه الكبسولة الحلقة الأولى من قصة لا تنسى، وهي قصة أميرة الطرب العربي الراحلة أسمهان بقلم صاحب الموعد الراحل محمد بديع سربي، وهي عن عدد المجلة اليوم 13 من شهر يوليو تموز عام 1978، وكانت بعنوان أسمهان رحلت منذ 30 عاما وفي مثل هذا اليوم، مع التنبيه إلى أن أسمهان توفيت يوم 14 يوليو كما ذكرت في تقديم الكبسولة، لا يوم 13 منه كما سيرد في بداية الحلقة، وأنه كان قد مر على وفاتها 34 عاما يوم نشر الحلقة لا 30 كما في العنوان، ولحظات مفيدة وممتعة. كتب محمد بديع سربي في مثل هذا اليوم 13 تموز يوليو من العام 1944، كان الحدث الأهم الذي شغل العالم العربي هو موت سيدة، وكانت هذه السيدة التي لقيت مصرعها في حادث غرق سيارتها على طريق رأس البر أحد مصايف مصر الشهيرة، هي ابنة الجبل الدرزي في سوريا إيميلي فهد الأطرش، التي أصبحت فيما بعد الأميرة آمان قرينة الأمير حسن الأطرش ثم المطربة الشهيرة جدا أسمهان. إن إيميلي أو آمال أو أسمهان ولدت في جبل العرب بيوم 25 من شهر تشرين الثاني نوفمبر عام 1912، وانتهت حياتها في ترعة مائية على طريق رأس البر يوم 13 من تموز يوليو عام 1944، أي أنها عاشت عمرا قصيرا، ولكن السنوات التي عاشتها كانت زاخرة بالأحداث المثيرة والمغامرات الساخنة والتأرجح المستمر بين القمة والهاوية والغنى والفقر والسعادة والحزن والأمل واليأس. ولقد بقي في أسماع الجماهير من أسمهان صوتها الشجي العذب الذي أودعته في أغنيات لا تزال حتى الآن تتردد على الشفاه وتغنيها الكثير من المطربات الصاعدات والناشئات اللواتي لم يكن قد ولدن بعد عندما رحلت المطربة الشهيرة عن هذه الدنيا. وأيضا بقي من أسمهان قصة حياتها الغريبة التي يحمل كل سطر منها مفاجأة غير عادية، وهذه القصة هي التي يسعى الآن شقيقها الأكبر من والديها فهد الأطرش وعلياء المنذر أن يجسدها في قصة سينمائية بدلا من أن تظل مجرد سطور على الورق.
والمشكلة الوحيدة التي تواجه فؤاد الأطرش الآن هي صعوبة العثور على الفتاة أو المرأة التي يمكن أن تمثل شخصية أسمهان بكل أبعادها وتناقضاتها ومزاياها ونظرتها للحياة. وقد يكون سهلا العثور على الصوت النسائي الذي يعيد غناء ما غنته أسمهان ما دامت الأصوات الجميلة تنبت في أي أرض، ولكن ليس سهلا أن تكون هناك الممثلة التي تعيش شخصية أسمهان وتجسدها بصدق على الشاشة دون أن تكون قد عايشت ظروف حياتها من يوم أن خرجت وهي طفلة تحملها أمها على كتفها في موكب حزين من جبل الدروز إلى اليوم الذي انتهت فيه حياتها داخل سيارة غارقة في ترعة على طريق رأس البر. واليوم فؤاد الأطرش الباقي من الأسرة الصغيرة التي لجأت إلى مصر في العشرينات يخلو إلى نفسه ويتذكر ذلك اليوم الذي فجع فيه بوفاة شقيقته، ويتأمل صورتها الكبيرة التي تتصدر صالون منزله، ويردد بينه وبين نفسه: رحمك الله يا آمال، كم عدبت وتعدبت. وكما تتوالى صور الفيلم السينمائي على الشاشة، تتوالى أمامه صور ذلك اليوم الحزين. يومها وبالصدفة الغريبة كان عيد ميلاد الطفلة كاميليا ابنة أسمهان من زوجها الأمير حسن الأطرش، وفؤاد الأطرش كان في ضيافة قريبه الأمير حسن الأطرش في مدينة سويدا في الجبل، وكانت علاقات الصداقة والود ما زالت قائمة بين الاثنين بالرغم من طلاق الأمير حسن من أسمهان أو آمال الأطرش بعد إنجابهما لابنتهما الوحيدة كاميليا. ولعل السبب في استمرار علاقة الصداقة والود هذه هو أن فؤاد الأطرش كان معارضا بشدة لطلاق شقيقته أسمهان من ابن عمها الأمير، بل إنه كان دائما يمارس الضغط عليها لكي تترك حياة الفن والغناء وتعيش كأميرة في كنف زوجها صاحب السلطان والنفوذ والمال الوفير. ولا يدري فؤاد الأطرش لماذا استقبل يوم الثالث عشر من تموز يوليو 1944 بالتشاؤم والكآبة، بالرغم من أنه قد أجل سفره إلى القاهرة حيث تقيم والدته علياء وشقيقه فريد وشقيقته أسمهان ليحضر حفلة عيد ميلاد الطفلة كاميليا ويضفي عليها حنانا كانت تفتقده في غياب أمها. إن كاميليا الصغيرة ذات العينين الجميلتين اللتين تحاكي خضرتهما خضرة عيني أمها كانت في منتهى السعادة وهي ترى خالها معها في يوم ذكرى ميلادها، ومن شدة سعادتها بما حمله إليها من هدايا وألعاب فإنها أصرت بعناد الطفولة على أن يكون احتفالها بالذكرى غير عادي، وهكذا دعت عددا من أطفال الحي والأسرة لمشاركتها فرحتها. وقبل الحفلة بساعات كان فؤاد الأطرش يجالس الأمير حسن الأطرش في صالون المنزل وأمامهما كاميليا الصغيرة تلهو بألعابها التي سوف تعرضها أمام ضيوفها، وفجأة نظر إليها خالها فؤاد وسألها: كاميليا، ماذا تفعلين لو ماتت أمك؟ ولم تفهم الصغيرة معنى السؤال، فقد نظرت إلى خالها باستغراب ثم عادت تلهو بألعابها. أما الذي هزه السؤال وهلع قلبه عند سماعه فهو والدها الأمير حسن الأطرش الذي التفت إلى فؤاد وقال له: ما معنى هذا الكلام؟ وسرح فؤاد الأطرش قليلا ثم بدا وكأنه يصحو فجأة من حلم وقال: لا أعرف يا أمير ما الذي جعلني أوجه لكاميليا هذا السؤال، إنه خاطر أسود ربما يكون سببه خوفي على أسمهان التي تضع نفسها في مواقف خطرة. والطفلة الصغيرة بدا وكأنها أدركت أن عليها أن تبدل جو الحديث فقالت لخالها: تعال يا خالي وتفرج على الفساتين الحلوة. وفتحت له دولابا مليئا بالفساتين وكان منها فستان من الحرير الأبيض مطرز بلون الفضة، وقالت: هذا الفستان أرسلته لماما من القدس. يا حبيبتي يا ماما، أينما ذهبت ترسلين لي أجمل الفساتين. وابتسم فؤاد الأطرش وربت على كتف كاميليا الصغيرة بحنو وحب، ولكنه ظل يشعر بالتشاؤم والكآبة، فلم يجد أمامه إلا أن يدخل إلى إحدى الغرف وينزوي فيها ويتأمل من خلال شباك
شباكها امتداد الجبل أمامه. هنا في هذا الجبل كانت طفولته هو وشقيقته أسمهان وشقيقه فريد، كانوا ينعمون بالسعادة والعيش الرغيد والطفولة الهانئة. ومرت صور السنين أمام عينيه، أسمهان طفلة، أسمهان تكبر، العائلة الصغيرة تهاجر من جبل الدروز إلى بيروت ثم إلى القاهرة، أسمهان تغني، فريد يحمل العود، يلحن ويغني. أما فؤاد الأطرش فيحب الغناء أيضا، وجميل الصوت مثل شقيقه وشقيقته ووالدته، ولكنه فقط لا يملك القدرة على الغناء أمام الناس، أو لعله في طفولته كان يجد صعوبة في أن يتحول إلى مطرب، وهو ابن الحسب والنسب والعائلة العريقة. وأيضا كان فؤاد الأطرش وهو في خلوته مع نفسه يتساءل: ألم يكن أفضل لأسمهان أن تهدأ وتستريح وتعيش هنا في الجبل كأميرة، بدلا من أن تلهث وراء المتاعب وتعيش حياة العذاب وتتحمل خصومات من هنا ومطاردات من هناك؟ ولم يستطع فؤاد الأطرش أن يفكر أكثر، إنه خرج من الغرفة إلى الصالون ليقف أمام كاميليا الصغيرة التي يرى فيها صورة والدتها، ثم يأخذها بين يديه ويحتضنها بحب وحنوة. ولعله أراد بذلك أن يقاوم مسحة التشاؤم التي لم تكن تفارقه منذ الصباح. وأقبل المساء، كاميليا الصغيرة تبدو كالحمامة البيضاء في فستانها المطرز، وتقف على مدخل القصر كأي سيدة مجتمع، تستقبل ضيفاتها وضيوفها الصغار حسب الإتيكيت، ثم تدخل معهم إلى الصالون الذي امتلأ بالألعاب، وتعالت الضحكات والأهازيج. وأخذت كاميليا تحدث الصغار عن أمها وشوقها إليها، وتصف لهم كيف ترسل لها الهدايا والفساتين من أي بلد تكون فيه. وجاء وقت إطفاء الشموع، وقفت كاميليا أمام التورتة التي صفت عليها شموع ملونة، وأحاط بها الصغار وغنوا لها جميعا هابي بيرثداي تو يو، ودو التصفيق من الأكف الصغيرة. وقبل أن ينتهي كان جرس التليفون يرن، ويرفع الأمير حسن الأطرش السماعة. نعم سيدي، أنا حسن الأطرش. وجاءه الصوت من بعيد: هنا قسم شرطة سويداء، لقد وردتنا إشارة الآن من دمشق ونريد إبلاغها لكم. وقال الأمير حسن: خير. وتلقى الخبر: لقد أبلغتنا القاهرة الآن بوفاة الأميرة آمال الأطرش. ووقعت سماعة التليفون من يد الأمير حسن الأطرش، وهو يردد بحرقة وألم: مسكينة. وهرع فؤاد الأطرش يحمل السماعة ويعرف من المتحدث بقية الخبر الحزين: إن حياة أسمهان قد انتهت، إن سيارتها غرقت في الترعة وهي في طريقها إلى رأس البر، وماتت معها أيضا سكرتيرتها وصديقتها ماري قلادة. واستلقى الاثنان حزنا وإعياء على أقرب كرسي، وعلى مقربة منهما كاميليا ضاحكة، وأطفال يلهون ويلعبون وشموع كانت مضاءة. واقتربت كاميليا منهما، وربما على الرغم من سذاجتها فهمت من الدموع التي رأتها في عيونهما أن شيئا ما قد حدث، وأن عليها أن تنهي حفلتها. وفعلا راحت إلى ضيوفها تودعهم، وإلى الشموع تنزعها من فوق التورتة، ثم دخلت إلى غرفتها لتخلع ثوبها الأبيض. إن كاميليا حسن الأطرش الابن الوحيدة للأميرة الراحلة آمال الأطرش الشهيرة في عالم الغناء والفن باسم أسمهان، وهي الآن زوجة رجل الأعمال اللبناني السيد رياض جنبلاط، لم تعد تحتفل بذكرى ميلادها منذ عام 1944، لأن الصدف السيئة شاءت أن يكون موت والدتها في نفس ذكرى ولادتها هي. وأسمهان التي لا يزال صوتها يرن حتى الآن في الآذان ويودع فيها الطرب والشجن، ترقد الآن في المقبرة التي دفن فيها شقيقها الموسيقار الراحل فريد الأطرش، الذي غادر الدنيا بعدها بربع قرن. وإذا كانت أسمهان قد تركت في عالم الغناء تراثا أصيلا من الغناء، فإن هناك أغنية واحدة كان شقيقها فريد الأطرش يجري البروفات عليها في استوديو مصر، وينتظر قدوم أسمهان من رأس البر لتسجلها. ولكن بدلا من أن تصل أسمهان، وصل إليه خبر موتها.
وعاد فؤاد الأطرش إلى القاهرة، عاد إلى البيت الذي بدأ الحزن يكسوه منذ ذلك اليوم، وتبقى قصة أسمهان من بدايتها، ولماذا لا نرويها بكاملها؟ وإلى العدد القادم. وبعد، فإن تاريخ ميلاد أسمهان هو يوم 25 من شهر نوفمبر تشرين الثاني عام 1917 أو عام 1918 كما ذكر الدكتور سعد الله آغا القلعة والدكتورة رينا بولس الحاج بعد أبحاث ودراسات في الأحداث التاريخية للمرحلة. لا نفس اليوم من عام 1912 كما ذكر محمد التابعي في كتابه أسمهان تروي قصتها، فتبعه الكثيرون وتبنوا هذا التاريخ، ومنهم الأستاذ محمد بديع سربيه كما ورد في الحلقة. وبه وجب الإعلام والسلام. تغمد الله أسمهان بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته، وحتى لقاء آخر مع الحلقة التالية في صفحة أخرى من صفحات من ذاكرة الزمن الجميل. أرجو أن تدعموا القناة باشتراككم فيها، وأن لا تبخلوا عليها بالضغط على زر الإعجاب وبتعليقاتكم الإيجابية المحفزة على مزيد البذل والعطاء. وتقبلوا تحيات أخيكم نعيم المامون.